السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أبطال الصف الرابع؟ السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله اليوم طيب والحمد لله، كيف حالكم يا أبطال الصف الرابع؟ الحمد لله يا الحمد لله يا أبطال. إذن بداية الدرس، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ خلال هذا اليوم بالوحدة الثالثة بعد انتهائنا من الوحدة الأولى لنا التي كانت عن هدي النبي في أكله. اليوم سنتعرف في هذه الوحدة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في نومه واستيقاظه. سنبدأ في صفحة 38 الدرس السادس، صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. ما الصفة التي توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؟ سنتعرف هذا الشيء إن شاء الله في هذا الدرس. اقرأ يا بطل يا إياد، أتعرف على صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر يا أستاذ، أتعرف على صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. من أي الليل كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ في منتصف الليل ليصلي صلاة الليل، ينام ما تحقق له الفجر. أحسنت يا بطل يا العفو يا أستاذ، العفو. إذن يقول لنا زميلنا أياد أنه في الكتاب مكتوب أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ في منتصف الليل فيصلي صلاة الليل، ثم ينام ما تيسر له إلى قبيل الفجر، أي ينام اللي يقدر عليه لكي يصلي الفجر قبل الفجر. كيف كانت صفة نومه صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ ذلك يا بطل يا عمر. حاضر يا أستاذ، كيف كانت صفة نومه صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد النوم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أخذ يذكر الله أن ينام. كان صلى الله عليه وسلم ينام على جانبه الأيمن، ويضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. وإذا كان في سفر وأراد أن ينام قبل الفجر، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، وذلك خشية أن يغلبه النوم فيؤخر صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن النوم على البطن، أما الاستلقاء على الظهر فجائز. قال عباد ابن تميم عن عمي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. سنت يا بطل يا عمر. إذا عندما قال عمر لنا في الكتاب كيف كانت صفة نومه صلى الله عليه وسلم، مثل ما سمعتم من البطل عمر أنه إذا أراد النوم صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يصلي، ثم يأخذ يذكر الله إلى أن ينام. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على جانبه الأيمن، ويضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى. وإذا كان في سفر وأراد أن ينام قبل الفجر، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذن
لماذا كان ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه إذا أراد أن ينام قبل الفجر وهو في سفر؟ وذلك خشية أن يغلبه النوم فيؤخر صلاة الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يصلي صلاته في وقتها المحدد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن، ولكن الاسترقاء على الظهر جائز. قال عباد ابن تميمة عن عمه رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفض الفراش قبل أن ينام. على أي شيء كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل يا عبد الرحمن أجب، على أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ ألو البطل عبد الرحمن، يا بطل افتح المايك. يا أستاذ يا عبد الله ممكن أجاوب؟ بطل يا بطل يا إياد. حاضر. فراشي تارة وعلى الحصير تارة. هاي المشكلة يا أغلق المايك يا بطل يا يا أستاذ ممكن أعيد؟ كان يستغفر الله أغلق المايك. كان ينام على الفراش. إذا أكمل يا بطل يا إياد، على أي شيء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. أنت يا بطل يا إياد، إذا أجب يا بطل يا عبد الغامدي، على ما يدل نصب النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه ووضع رأسه على كفه إذا أراد أن ينام في السفر قبل الفجر؟ حاضر يا أستاذ، فكر على 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 ما يدل نصب النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه ووضع رأسه على كفه إذا أراد أن ينام في السفر قبل الفجر. تفضل يا بطل يا عبد الله. خشي أن يغلبه النوم فيؤخر صلاته الفجر. أحسنت يا بطل يا عبد الله الغامدي. إذن يا أبطال كلكم اكتبوا خشية أن يغلبه النوم فيؤخر صلاة الفجر. حاضر يا أستاذ. أستاذ ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا بطل يا إياد. ما معنى تارة؟ هذا يا بطل ما معنى تارة؟ تارة تارة. نعم يا أستاذ. ممكن أنا يا أستاذ عبد الله؟ تفضل يا بطل. تارة
أي مرة هكذا ومرة هكذا. أحسنت يا بطل يا عمر. شكرا يا أستاذ عبد الله. يا أستاذ عندي سؤال آخر. ما معنى قبيل؟ قبيلة يا بطل معناتها قبل. شكرا. قبيلة معناتها قبل صلاة الفجر. شكرا يا أستاذ. هل كتبتم يا أبطال الصف الرابع؟ إذا يا أبطال تعلمت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، ينام على طهارة، ينام على جنبه الأيمن، يفترش ما تيسر له. إذا يا أبطال معلومات غرائية. اقرأ يا بطل يا نواف الغامدي. نعم. اقرأ يا بطل معلومات إثرائية صفحة 40. ايوه يا بطل يا نواف. من فوائد النوم على الذنب الأيمن أنه يساعد على خفة النوم وعدم استثقال وعدم استثقاله. بالماء. مما يعين المرء على سهولة الاستيقاظ لو قيم الليل وصلاة الفجر وتكبيرة والتبكير في خروجه. لمصالح الدنيا. أحسنت يا بطل يا نواف. أستاذ بشارك. تفضل يا بطل يا سيف. قل لنا يا بطل كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على جانبه الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جانبه الأيمن. أحسنت يا بطل. وماذا يضع؟ يفترشه ما تيسر له. لا يا بطل، قصدي وماذا كان يضع عندما كان ينام على جانبه الأيمن. يا أستاذ ممكن أجاوب؟ أنا أفضل يا كان عليه وسلم ينام على جانبه الأيمن، يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. شكرا لك يا بطل يا إذا ننتقل يا أطفال إلى صفحة 41 التقويم. سؤال 1، اختاروا الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح فيما يلي. إذا يا بطل يا عبد المجيد أجب عن السؤال ألف التقويم صفحة 41. فأختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح فيما يلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جانبه الأيمن.
أحسنت يا بطل يا عبد المجيد. إذن يا أبطال، كان السؤال الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جانبه الأيمن، جانبه الأيسر، بطنه جانبه الأيمن. إذن يا أبطال، ضعوا علامة صح على جانبه الأيمن. أسمعك يا بطل. تفضل يا بطل يا بتال. السؤال باء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم النوم على البطل. أحسنت يا بطل يا بتال. إذا نضع علامة صح عند البطن. إذا يا أبطال، السؤال ألف، علامة صح عند جانبه الأيمن، والسؤال باء عند البطن. أنا بجاوب عادي أستاذ. تفضل يا بطل يا عبد الرحيم، تفضل أجب على السؤال جيم. بداية وقت النوم، النبي صلى الله عليه وسلم وسط الليل، آخر الليل، أول الليل، أول الليل يا أستاذ. أحسنت يا بطل يا عبد الرحيم. إذا يا أبطال، كانت بداية وقت النوم النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال جيم، نضع علامة صح كلنا عند أول الليل. كتبتم يا أبطال الصف الرابع؟ كتبنا يا أستاذ. أحسنتم يا أبطال الصف الرابع. ننتقل إلى السؤال، ننتقل إلى السؤال التالي، سين، السؤال الثاني. أبين على أي شيء كان ينام صلى الله عليه وسلم. أجب يا بطل يا استاذ عادي. أنا لقد أجبت يا بطل يا بتال وقبل قليل، دع الفرصة لغيرك يا بطل. تفضل يا بطل يا وافي. ألو، البطل وافي؟ أظن أن هناك عطلا عند البطل وافي. إذن تفضل يا بطل يا عبد الله الغامدي. السؤال اثنان. حاضر يا أستاذ. السؤال الثاني، أبين على أي شيء كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينام صلى الله عليه وسلم على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. أحسنت يا بطل يا عبد الله الغامدي. شكرا يا أستاذ. اكتب يا أبطال الإجابة. طيب طيب يا أستاذ يا أحمد. شكرا لكم يا أبطال على هذا الأداء الرائع المميز. نشكر البطل عبد الله القرني على أدائه الرائع وعلى هذا الأداء المميز. أحسنت يا بطل يا عبد الله. عفوا يا أستاذ. قد أدائك شرفيك يا بطل. كتبتم يا أبطال. باقي أستاذ. باقي. بيح المشعش. يلا يا أبطال. يا أستاذ عبد الله، أنت مبدع. أقول يا إياد، أنت دائما مثال. شكرا يا أستاذ والاجتهاد. وشكرا لك يا بطل يا عمر، أنت أيضا مثال آخر للتفوق والنجاح والاستمرار في النجاح. شكرا يا أستاذ عبد الله، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا بطل يا عبد الله الغامدي. انتهيتم يا أبطال يا مبدعين من الكتابة. باقي استاذ، باقي استاذ.
أيوة أستاذ أنا خلصت. أستاذ عندي سؤال. تفضل يا بطل، اسأل البطل عبد الله، تفضل. تفضل يا بطل. إيش فعله؟ نصب ذراعه ووضع راسه على كفه. كيف يعني؟ معناتها وضع. أستاذ رجع ما خلص. معناتها وضع ذراعه ووضع رأسه على كفه. في اي حد عنده اي اسئله يا طال يتفضل يسالها للبطل عبد الله، او اي حد عنده اي اسئله يا طال. لا 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 اي سؤال يا طال. يا استاذ يا طال شكرا. عفوا يا ابطال. انتهيتم يا ابطال من الكتابه؟ شكرا لكم يا أبطال الصف الرابع، لا تنسوا أن تحلوا الواجبات وتستمروا بذلك يا أبطال، ولا تنسوا اختبار القراءة واختبار التوحيد. شكرا يا أستاذ الله يعطيك العافية. شكرا يا أستاذ يا أبطال، أنتم دائما مثال للتفوق والاجتهاد يا أبطال. شكرا لكم يا أبطال، دمتم سعيدون دائما وأبدا، وعلى أمل بلقاء جديد يا أبطال. بالحق التقيت بكم وعلى أمل باللقاء الجديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا من أنا يا أبطال من صلاة العصر. كم درجاتنا في الاختبار؟ نعم يا بطل يا سيد، كم درجات في الاختبار أستاذ؟ حس الرابع يا أستاذ يا بطل، حس الرابع تتعرفوا يا أبطال، جميع الأبطال حصلوا على الدرجة كاملة يا أبطال ما عدا البطل بتال، حصلت على 9 يا بطل يا بتال، والبطل خالد حصل على 9، والبطل تركي حصل على 8 درجات يا أبطال. شكرا يا أبطال الصف الرابع، نتمنى لكم الخير دائما وأبدا. إن شاء الله يا أبطال في اليوم، في اختبار اليوم اختبار التوحيد يا أبطال، تحصلون على الدرجات كاملة إن شاء الله يا أبطال. أحسنتم يا أبطال الصف الرابع، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم على أمل بلقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى منكم يا أبطال في هذا الأداء الرائع، أداؤكم أكثر من رائع يا أبطال، دمتم مبدعين يا أبطال، إن شاء الله دائما وأبدا تكونوا مبدعين. ولو أي أحد يا أبطال عايز يشارك يا أبطال يحضر درس معين يا أبطال من أي مادة من المواد، وإن شاء الله يا أبطال يشرح الدرس يا أبطال ويكون هو المعلم للحصة، المعلم المبدع إن شاء الله يا أبطال. وأنا واثق في قدراتكم يا أبطال وفي إبداعكم، مثال للتفوق والإبداع والتألق يا أبطال. فصل رابع، رابع يا أبطال، فصل الإبداع وفصل المبدعين. في أي أحد يا أبطال عنده أي أسئلة؟ لا يا أبطال، لا يا أبطال، لا يا أبطال، مستعدون
مستعدون لاختبار الحصة الرابعة يا أبطال؟ اختبار بيدز يا أبطال؟ نعم يا أستاذ. نعم يا أستاذ. مستعدون لاختبار التوحيد اليوم يا أبطال؟ نعم يا أستاذ. نعم يا أستاذ، هذا آخر اختبار من اختبارات الفترة الأولى، وسنحصل على الدرجات الكاملة إن شاء الله يا أستاذ. إن شاء الله يا أستاذ، يا الله كده إن شاء الله تحصلون على درجات كاملة إن شاء الله يا أبطال، وأنا قدراتكم يا أبطال ممتعين. ودائما وأبدا يا أستاذ نلتقينا بك بالحب وبالشوق ننتظركم يا أبطال. بارك الله لنا فيكم جميعا يا أبطال، حفظكم الله من كل مكروه وسوء، وإن شاء الله نلتقي بكم يا أبطال في الحصة الرابعة مع الاختبار يا أبطال. اختبار كل أبطال، الاختبار هيكون على جروب الصف الرابع، وإن شاء الله يا أبطال هيكون موجود معنا في الحصة الرابعة، هننشره إن شاء الله في هذا المكان هو دردشة الاجتماع يا أبطال. أستاذ نعم يا عبد الله. نحن دائما يا أستاذ في كل حصة نلتقي بك يا أستاذ بالحب وبالشوق، دائما ننتظرك في حصة جديدة كل أسبوع وكل يوم. شكرا لك يا أستاذ. الحصة بكم يا أبطال تكون سعيدة جدا يا أبطال، أكون سعيد جدا بكم وبما تقدمون من إبداع ومن تفوق وتألق يا أبطال. بارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه وسوء يا أبطال. والآن يا أبطال نذهب إلى الصلاة يا أبطال، توضى ونصلي ونطبق أركان الصلاة يا أبطال كما تعلمنا في درس الفقه. نصلي العصر ونطبق أركان الصلاة كما تعلمناها اليوم يا أبطال. والطمأنينة تلاحظ الطمأنينة يا أبطال، نسرع في الصلاة، نتعنى في صلاتنا. حفظكم الله وبارك فيكم يا أبطال، وعلى أمل اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ.